سؤالي الأول للدكتور حسين عبيابة، الوزير السابق وأستاذ جامعي ورئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية. دكتور، أنتم طبعا كانت لكم مجموعة من التدخلات وكانت لكم مجموعة من اللقاءات التي تناولتم فيها هذا الموضوع. سؤالي بالنسبة لكم، ما أهمية المبادرة الملكية التنسيقية في الظرفية الحالية، خصوصا هي موجهة لدول الساحل، ونحن نعرف أن دول الساحل تعاني من الهشاشة الاقتصادية ومن الهشاشة الأمنية وهناك الاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أقدم بالشكر الجزيل لصديقي وزميلي أستاذ ملوك على هذه المبادرة الكريمة. وإذا كانت الجمعية تحمل الكلمة جمعية الأهداف المبنية فهي كذلك كما عرفنا، وربما من نبلكم أنكم على هذه الندوة اللي هي ليس طرفا إنما هي هدفا حاضرا ومستقبلا. وسعيد جدا كذلك بوجودي مع جلة من الأساتذة المميزين وهم أصدقاء بالتفصيل. تشرفت بإعلان المقتدر شعب الغني جبار، هو سميتو جبار ولكن ماشي جبار، وكنفتخرو بالأطر ديالنا الإعلامية، الإعلام اللي حضرنا اليوم. علي أميني صديق وعزيز دكتور بدر السلياني، هو غني عن التعريف ويتميز بالدفاع عن النظام على المصالح الوطنية، وقلما نجد أشخاص يستبيتون في هذا التوجه، ونشكره بهذه المناسبة ونثني عليه وندعمه. معنا كذلك الأستاذ السي محمد حركات، وهو حركة فعلا في العلم والإبداع والتأليف، وهو قامة ثقافية كبيرة في جامعة محمد الخامس، نتشرف بحضوره معنا. معنا كذلك جديد من الباحثين اللي شرفنا بالمعرفة ديالهم وتعاوننا معهم، السي موسى. هذا السي موسى هذا اكتشفته فهمتي، فوجدت فيه الشاب الطموح تبارك الله من الباحثين الصاعدين، هو الآن يشرف على واحد الماجستير حول الدراسات الجيوسياسية اللي غتهتم بهذا النوع من الدراسات. شكرا لجميع الحضور فردا فردا، كل باسمه ومقامه، والسادة المنتخبون وكذلك بمن حضر. ربما يتبادر الى الذهن، لماذا نحن هنا في هذه القاعة؟ احسن، ونحن نتحدث على هذه المبادرة الملكية، وماذا نريد؟ وماذا يمكن ان نقدم؟ انا صراحه بالنسبه للسؤال اللي اقترحه الاستاذ، انا خديت واحد العنوان، هو واحد المحور خاص بمعالجه الهجره غير النظاميه والقضاء على الارهاب في دول الجنوب. يعني خديت هذا الجانب لان كنعتبر ان هذا الجانب شيء مهم بالنسبه لافريقيا وبالنسبه كذلك للدول الاوروبيه. السياق بغينا نفهموا هذه المبادره فاش جات. جات في واحد جوج دلالات قويه. اولا جات بمناسبه الذكرى ديال المسيره الخضراء 48 سنه، وجات كذلك واحد نسق اقليمي في تشكلات جديده. يعني العالم يتشكل، كتعرفوا هذا العالم غير ثابت، ما عرفناه بعد الحرب العالميه الاولى، ليس هو الحرب العالميه الثانيه، ما عرفناه قبل سقوط برلين، ليس هو الان، ونحن هذه التكتلات غير ثابته، ربما غدا نشهد تكتلات اخرى. اذا هذا هو السياق، السياق وطني والسياق كذلك اقليمي ودولي. الى خدينا مثلا المبادره ديال الملك، انا رجعت للدستور المغربي وجدت انه في الديباجه ديال الدستور فقره خاصه تقول ما هي؟ تقويه علاقه التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الافريقيه، ولا سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء. اذا جلال الملك فعل الدستور المغربي في القاره الافريقيه، وبالتالي فهو ليس منطلق فقط مبادره، وانما هو تفعيل الدستور المغربي هذه القاره التي نحن منها وهي منا ومستقبلنا كذلك فيها،
ومستقبلها معنا. النقطة الأولى بأننا أمام تفعيل دستور، أمام تفعيل واحد المضمون دستوري عن طريق جلالة الملك. كتلاحظوا المغرب كان غادر الاتحاد الافريقي واحد الفترة، ولكن العودة ديالو في سنة 2017 عطات واحد الزفة، يعني وجود جلالة الملك في القمة وثم العودة ديالو والعمل الذي تم في هذه الفترة ديال 4 سنوات وخمس سنوات هو في النهاية عطى واحد المشروع ضخم للقارة. بالتالي كانت عودة المغرب للاتحاد الأوروبي كانت عودة قوية، ليست عودة فقط بمقعد وإنما عودة لإيجاد مشروع إفريقي ضخم تستفيد منه أكثر من تقريبا 27 دولة، لأن دول الساحل الأطلسي 23 إذا ضفنا عليها هذه الربعة اللي هي كتسمى الدول الحبيسة لا تطل على البحر تنوليو 27. إذن هذا هو التصور، تفعيل الدستور ثم كذلك عودة المغرب ثم كذلك طرح هذا المشروع على القارة الأفريقية كاملة. وتأكد هذا بمناسبة القمة 15 منظمة التعاون الإسلامي في نفس التوجه ونفس الباب جاء في واحد العبارة ديال تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة، لأن الهدف الآن للدول وللشعوب وللأمم وللأسر وللأفراد هو التنمية. ما كاينش التنمية ما كايناش إمكانيات ما كاينش استقرار لا في الأسرة ولا في المجتمع. إذا الهدف الكبير الآن هو التنمية. هاد التنمية كيفاش غنديرو ليها؟ فتحنا واحد القوس، ما بقاتش التنمية كلها داخل الدولة، التنمية ولا جزء منها داخل الدولة وجزء منها خارج الدولة. إلا خدينا مثلا اليابان والصين، النمو ديالهم ما كيحققوش من داخل الصين، كيخرجوا من خارج الصين. إذا التوجه ديالنا كطلبة وكمفكرين وكباحثين باش نديروا التنمية في البلاد ماشي نقتصروا فقط على ما هو موجود في البلاد، وإنما نفكروا في مبادرات اللي غدا ولا غدا غتجيب لنا اقتصاد وغادي لنا نمو وغادي يخدموا ولادنا وغيكون واحد المغرب اللي هو غتجي واحد الامكانيات من هذه المشاريع. لان الاقتصاد ماشي كيكون من الداخل، الاقتصاد شويه من الداخل ولكن الاكثريه دابا كيجي من الخارج. الا خدينا 12 دوله اللي هي مصنفه عالميه في الاقتصاد كنلقاو كلها كتعتمد على الصادرات بالدرجه الاولى وكتعتمد كذلك على اهل الوالدين. طبعا قبل ما تجي هذه المبادره ديال سيدنا كاين مبادره ديال هذاك الانبوب، انبوب الغاز اللي هو كيمر تقريبا واحد المجموعه ديال الدول. وفي الحقيقه هذاك الانبوب ماشي انبوب غاز، هو انبوب لطرد الارهاب، لان مش غنطردوا هذا الارهاب، ما غنطردوش بالامن والعسكر، غنطردوه بالتنميه. لان كاد الفقر ان يكون كفرا، راه الا ما طورناش هذه الدول وهذه المناطق راه الانحرافات كتبقى وكتزداد وكتوسع. القضاء على هذا الشيء كلشي هو التنميه. التنميه باش غتجي؟ غتجيب هذه المشاريع كما اقترح جلال الدين. نقدروا نقولوا شنو الاضافه؟ حنا علاش غتزيدوا 4 دول؟ 23 غتزيدوها، اضافه كبيره. كاين واحد 60 مليون ديال البشر، 60 مليون نسمه، وكاين حوالي 4 مليون ديال الكيلومتر المربع. وهذه الدول اللي تسمى دول الحبيسة، شنو هي الدول الحبيسة في الجغرافيا السياسية؟ لا تطل على البحار وعلى المحيطات، كتكون تعاني لأنها تعتمد على دول الجوار في كل شيء، وأي مشكل مع دول الجوار تتوقف. هذه الإضافة ديال 4 دول والسكان ديالها بالموارد ديالها لأنها فيها موارد جد 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 مهمة، إلا أن وصولها إلى المحيط الأطلسي يعني ضخ واحد الجانب اقتصادي لجميع دول المنطقه وخصوصا دول غرب ما يسمى بدول غرب شمال افريقيا. اذا الفكره كبيره بزاف، ربما غنعيشوها حنا وغيعيشوها ولادنا ربما يعيشوها الجيل الثالث، لان هذه افكار ماشي ديال اليوم ديال غدا، هي افكار قديمه. وحنا كمجتمع ما خصناش نفكروا في راسنا، خصنا نفكروا في الوليدات، نفكروا في هذا المغرب كيفاش غيكون من 2040 ولا 2050. لانه اليوم ما كتسناش الناس يفكروا فيك، خاصك تفكر انت ولادك والاجيال ديالك، ويكون التفكير السالم والتفكير الوطني والتفكير اللي هو ممكن، حتى التفكير اللي هو غير ممكن ما تفكرش فيه.
تقريبا كتوصل الناتج الوطني الخام للدول 45 مليار، ولكن هذا الرقم قابل للتطور 6 المرات، يعني دول فقيره. كنجيو كنلقاو المشكل الكبير اللي غندويو عليه. الى خدينا الدراسه كنلقاو الارهاب هاجر من الشرق الاوسط وجا للجنوب الوسطى، اسماء مختلفه، القاعده، بوكو حرام، داعش، الى غير ذلك، اسماء مختلفه ولكن الهدف واحد. هذا الارهاب في نوعين، في نوع تطرفي فكري وفي نوع مخلوط خلق جهات تخلق بين جهات، وحنا خصنا نتابعو هذا الشيء. اذا هاد الدول، هاد الحزام كله اللي هو متشارك، نيجيريا، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، هذه المناطق كلها، وشمال نيجيريا، هذه المناطق كلها بالارهاب. وهذا الارهاب يفزعنا نحن، نحن في المغرب الحمد لله متفوقين عليه لان عندنا اجهزه قويه، ولكن يفزع الاوروبيين. اذا الاوروبيين عندهم مشكل كبير مع القاره الافريقيه، ما عندهمش مشكله باش ينميوها، عندهم مشكله كيفاش هذاك الارهاب اللي ما يوصلهمش، وكيفاش هذه الهجره ما توصلهمش. وانا اعتقد وهذيك نتحمل فيها المسؤوليه ديالي كاستاذ باحث، الحروب الجايه هي حروب الهجره. شتي هادشي اوكرانيا وروسيا سهل، خاصك تعرفوا هاد افريقيا فيها 30 كيلومتر مربع، وفيها تقريبا مليار، قرب من النصف، واخا كتقول بعض الاحصائيات ولكن قرب من النصف، هادو كلهم باغيين يهاجروا لاوروبا. اوروبا اللي فيها 10 ديال المليون كيلومتر مربع فين يمشي، وفيها 750 مليون. اذا اوروبا افريقيين يريدون الهجره، جنوب شرق اسيا تريد الهجره، هذيك امريكا اللاتينيه كلها فتحوا الحدود، كل شيء باغي يهاجر، القاره بكاملها تريد تهاجر. اذا علاش الدول، علاش السكان الدول باغي يريدون الهجره؟ ما كاينش تنميه، شكون اللي مسؤول على التنميه؟ علاش الدول كتعرفوا العالم كله فيه 195 دوله اللي معترفين بها، شحال من دوله متقدمه؟ شي محدود، عندنا الجيسات وعندنا الجبال، صافي سير. فين هو الدول الاخرى؟ الحقيقه المره اللي كيعرف هذا شي واحد، ان 80% من سكان العالم في القاره، 80% سكان العالم في القاره. هذا الشيء احصائيات ديال البنك الدولي، الا خدينا كل دوله على عينها. السؤال، واش من هنا لقدام، من هنا 20 عام 30 عام غيولي العكس؟ لا اعتقد. الفقر يزداد فقرا والغنى يزداد غنى، ولذلك الصراعات كتكثر واحد العنف. دابا العنف، دابا الصراعات اللي ظهرت هذه واحد 10 سنين يمكن الاستاذ مناري يتفق معي، ظهرت فيها العنف. اوروبا اللي كنا كنعتقدوا بانها واعيه وديمقراطيه، دابا الحرب في الدمانه شنو ديالها؟ وما عرفناش اللي غتوصل. اذا هذا العنف اللي كاين في اوروبا جزء منه موجه للقاره الافريقيه. اذا المشكل الكبير اللي غيكون عندنا مع اوروبا، والمشكل الكبير اللي غيكون عندنا مع الدول المتقدمه، والمشكل الكبير اللي غيكون عندنا مع كل الدول الناميه، هو المشكل جوج قوي، هو الهجره والارهاب، وكلاهما يجتمعان في الهدف. يعني الا دار واحد الاستمارات، علاش كتهاجر؟ نفس الاسباب. وعلاش كدير الارهاب؟ يبقى لك نفس الاسباب. دابا الارهاب ولا بحال التوظيف، الناس كتخلص ويخلقوا مشاكل. الارهاسات الاولى في هذه المبادره اللي ما قال سيدنا غتكون تقريبا بزاف الدول عبرات عن الاستثمارات في هذه الدول الحديثه، انه الى بحالت انها دخلت لهذا المحيط الاطلسي، انه الاستثمارات في العالم غتجي لان فيها موارد معدنيه متكامله، بالاضافه الى الارتسامات اللي من واحد المجموعه ديال المسؤولين في هذه الدول، بما فيهم تشاد، بما فيهم النيجر، بما فيهم مالي، بما فيهم دول اخرى، الاتحاد الاوروبي راح بالفكره، الولايات المتحده، كذلك دول الخليج. والمشكل الكبير الان اللي بدينا كنفكروا فيه هو وليت واحد الموجه جديده. امس رئيس الوزراء الفنلندي كيصرح بان تيقول لهم المهاجرين خصنا نرحلوا، ولا الهجره عكسيه تيجبدوا المغرب. هادشي مرفوض عندنا حنا،
جملة وتفصيلها. إذا كاين واحد الهاجس مخيف حول مشكل الهجرة، سواء الذين وصلوا إلى أوروبا أو الذين يفكرون في الوصول إليه أو الذين مؤهلون للهجرة. وهذا مشكل خصنا ناخذوا بعين الاعتبار، ماشي طرف، ناخذوا بعين الاعتبار في الأفكار وفي الدراسات وفي السياسات العمومية. وخاص هاد أنا أعتقد هاد المبادرة ديال سيدنا بحال قدم واحد الهدية للأوروبيين بطبق من ذهب، بغيتو تحلوا المشكل حلوه. وبالتالي هاد المبادرة خاص تنزل الأموال الأوروبية وتحل المشكل وتحل هذا النقص ديال التنميه وهاد المرتزقه اللي كاينين في المناطق وتحل هذا المشكل، باش الا بغات تحافظ على انها تبقى في معنى في مأمن بالنسبه للهجره وبالنسبه كذلك للإرهاب. ظهرت واحد المشكل غريب دابا، توجه بال ان هذاك البحر الاحمر مابقاش امن وفي مشاكل، وغالبا هذيك المشاكل تتستمر. فالتجاره الدوليه تحولت الى رجاء الصالح، دابا تقريبا 50% من التجاره ديال البحر الاحمر قصات، وهذا كله كيخدم الموارد الاطلسيه من فيها المغرب. حتى المغرب الموارد ديالو ضابط نامت بنسبه 30%، وغالبا التوجه العام هي الموارد الاطلسيه لان ما فيهاش مشاكل، لان ما فيهاش ممرات وما فيهاش. وهذا غادي يحل واحد المشكل كبير، وبدا كيبان الاراسات ديالو. حتى بعض الشركات الان تريد ان تستثمر في الموانئ الاطلسيه خصوصا المغربيه بدل الموانئ اللي تابعه للبحر الاحمر. كاين واحد المسؤوليه تقريبا بغينا نقولوا مشتركه اللي كتسقسي دراسات كلها اللي دارت على افريقيا، لقاو بان الاسباب ثلاثه: التغيرات المناخيه، قلة التنمية، وعدم الاستقرار. إذا إلا بغينا نحلو المشكل هاد التلاتة خصنا نصاوبو، خصنا نحاربو العراق، خصنا نديرو التنمية، وخصنا نديرو الاستقرار. الاستقرار اليوم ميمكنش في شي دولة دير ديمقراطية بدون استقرار، خاص الاستقرار أولا نذكرو على الديمقراطية، وهذا مشكل كبير في أفريقيا يمكن حنا نتوسعو فيه. أنا غير تنختصر بزاف لأن هادشي طويل. عند الوقتين. الدول أيضا ما بقاش كتقيم بالموارد ديالها المادية والمعنوية، ولكن كتقيم بقيمتها الجيوسياسية. دابا خدينا بارامتر صغيرة، كاين العالم كله ينتظر بارامتر واحد كيلعب لها، فيها قواعد عسكرية كيما ندوز، دولة صغيرة. الجزائر كبيرة لا قيمة لها، 80% غير قابل للحياة. كونغو الديمقراطية كذلك. أنا بغيت نفتح واحد القوس هنا باش نرحبوا بالإخوة من إفريقيا اللي حاضرين معنا، مجموعة من الدول، مواطني مجموعة من الدول الإفريقية اللي حاضرين معنا لهذه الندوة، مرحبا بكم. مرحبا بجميع الإخوان من الدول الشقيقة وهذه بلدهم. وبالتالي فتلقى دولة صغيرة بحال سويسرا دولة عضو، لكن دولة بحال الكونغو الديمقراطية ولا بحال الجزائر ولا بحال السودان، السودان أكبر من الجزائر قبل ما يتقسم، ولكن دولة. إذن لا تقاس الدول بالمساحات ولا إنما تقاس بقيمتها الجيوسياسية، وهذه الجيوسياسية معطى جديد. ولذلك المغرب عنده التميز، كيطل على بحرين وعنده امتداد ديالو القوي التاريخي، وعنده أطروحات وعنده أفكار وعنده امتداد وعنده قوى ناعمة اللي هي للدين الإسلامي الحنيف الملكي إلى غير ذلك. وتحس ايضا بنخبها القادره على استيعاب التحولات. اشكرك الاستاذ دكتور عبيبه.